بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من فضائية النصر 24 والتي نستهلها بالعناوين. المشاركون في الحوار الوطني الشامل السيادي يوافقون على اختيار أعضاء مكتب رئاسة الحوار المكون من 21 شخصا برئاسة غالي أنغوتي غاتا. رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والرئيس الدوري لمنظمة الإيجاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان توجه صباح اليوم إلى عاصمة جنوب السودان جوبا. طهران تشدد على رفضها لاتهامات الولايات المتحدة ضد دورها في سوريا. كانت هذه العناوين، وإلى تفاصيل النشرة مرحبا بكم. وافق غالبية المشاركون في الحوار الوطني الشامل السيادي على اختيار أعضاء مكتب رئاسة الحوار المكون من 21 شخصا برئاسة غالي أنغوتي غاتا. إلى ذلك تحدث غالي أنغوتي عن حجم هذه الثقة الكبيرة التي وضعت فيه، فلنتابع ما جاء في حديثه. أنا أريد أن أقول للتشادين في داخل ولا في الخارج أن الحوار تكون حوار كامل وحوار تلقى الحل في كل مشاكل التشاد عندها، وأنا أتمنى للجميع كل في الصالة والخارج الصالة البريزيديوم تقدر تتكلم مع جمال مع هايدين مع قايدين معنا في الصالة كيف نعمل أن الحوار تكون الصحيح والكامل. أنا أقول أن الاختيار في بعض أنا مجلس تكون اختيار من ال البروبوزيشن. انا انسان القايدين في الصاله. تحدث وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومه عبد الرحمن قلام الله عن اليه اختيار اعضاء مكتب رئاسه الحوار التي تمت بموافقه جميع الاطراف نظرا لمعايير عده، فلنتابع ما جاء في حديث السيد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد عبد الرحمن قلام الله. نحن حاجة الذين دورنا وحاجة طلبنا من الحوار نعمل وطن جديدة، نعمل احتياط في وطننا، الناس يتكاتفوا يبنوا بلد جديد، بلد نداء جديد لبلدنا، الناس يتكاتفوا ومستقبل الحوار ده عملنا لياته. ما عملنا للشباب، للمستقبل حق الشباب، عملنا للمستقبل لنبدو حاجة كويسة للشباب. انت تعرف كدر في كونفرنس ناسيونال سوفيرين، الكونفرنس اللي بيجا سنة 93 الشباب لقوا ثلاثة مكان بس، واحد من مسالام ده محمد زنباد عمره 22 سنة ونص، ثلاثة بكان. اليوم هنا عندهم أكثر من 200 أو 300 بكان، أنكون أكثر ذاتا 80% في المؤتمر ده هم الشباب. الناس اللي دخلناهم ده شباب كثير قاعدين في البريزيديوم، أغلبية الشباب قاعدين في البريزيديوم، ما لازم يكون ناس عندهم خبرة. أباكر ليودوا الدباع يدوا الكلام لناس يعملوا التكس وشنو ده، لازم يكون ناس عندهم خبرة، وعندهم خبرة في البلد، خبرة في حاجات كثيرة، ما حاجة سهلة. الشباب خلي يصبروا، الصبر هو نصر. قدم رئيس المنسقية الوطنية لدعم تطبيق الثنائية اللقوية في تشاد دكتور عبد القادر أبو بكر آدم بيانا صحفيا تناول فيه مجريات الحوار الوطني الشامل السيادي واختيار لجنة أشخاص يمثلون لجنة إدارة الأعمال السياسية في المؤتمر للخروج بنتائج إيجابية تضم جميع الأطراف المشاركة في الحوار. المنسقية الوطنية لدعم تطبيق الثنائية اللغوية في تشاد تؤكد للرأي العام أن اختيار السيد غالي أنغوتي
في رئاسة مجلس الرئاسة للحوار الوطني الشامل السيادي ونائبه السيد عبد الرحيم بريمة يؤدي خطوة في الطريق الصحيح للتطبيق الثنائية اللغوية في تشاد. إن الدولة التشادية نظراً لوضعها الجغرافي وواقعها الوطني في تاريخها الحديث لا بديل لها عن الثنائية اللغوية العربية والفرنسية، فإن المنسقية الوطنية لدعم تطبيق الثنائية اللغوية في تشاد تشكر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل السيادي على هذه الخطوة العقلانية الموفقة، وتتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنظر السديد ليخرج الحوار بنتائج إيجابية ورؤية واضحة وشاملة قابلة للتطبيق الميداني من أجل نهضة البلاد واستقرارها. في الشأن السوداني، توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والرئيس الدوري الحالي لمنظمة الإيجاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى جوبا بجمهورية جنوب السودان، ويرافقه عضو المجلس مالك عقار ودكتور الهادي إدريس والفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع السوداني المكلف والسفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا للمشاركة في تخريج القوات المشتركة المدمجة والتي نصت عليها اتفاقية سلام جنوب السودان الموقعة بالخرطوم. حيث كان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وسيجري فخامته خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس السلفاكير ميارديت تتعلق بمسارات العلاقات الثنائية وسبل الدفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق أول ركن ياسر العطا اليوم بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونتامس في السودان فولكر، وقال فولكر في تصريحات صحفية إن اللقاء كان مثمرا ويأتي في إطار الجهود المبذولة مع كافة الأطراف السودانية والمكون العسكري لإيجاد معالجات للأزمة السياسية الراهنة. وأوضح فولكر أن اللقاء تطرق للعملية السياسية الجارية بالبلاد وضرورة الوصول إلى حل سياسي في أقرب وقت ممكن وعودة السودان لحكم مدني وصولا لمرحلة الانتقال الديمقراطي الذي يقود السودان لانتخابات ديمقراطية وبقيادة مدنية. في الشأن العالمي، شددت طهران على رفضها اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية ضد دورها في سوريا، مؤكدة أنه يجب على واشنطن الكف عن دعم الإرهابيين وإنهاء احتلال شمال شرقي سوريا. وقالت سفيرة إيران لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي من الضروري تقديم مساعدات إنسانية لسوريا، ويجب أن لا تمنع الظروف السياسية وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، لكن هذا الإجراء يجب أن يتم مع الاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وأوضحت زهراء إرشادي في إشارة إلى تقرير الأمم المتحدة الأول بعد الموافقة على قرار مجلس الأمن رقم 2642 أن هذا القرار يؤكد أهمية مشاريع الإنعاش المبكر والأساسية، وأردفت بالنظر إلى تدهور الوضع فإن مشاريع الإنعاش المبكر مثل مشاريع الكهرباء ضرورية لإعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية ولا ينبغي أن تتأثر بالعقوبات أحادية الجانب، وإن مضمون القرار واضحا ولا يترك مجالا للتفسير. نحن نطالب بالتنفيذ الكامل والفعال للقرار، مطالبة بإلقاء العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا والتي تمنع تنفيذ القرار هذا. وأكدت طهران مجددا من خلال سفيرتها بالأمم المتحدة الموقف الثابت والمبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالعملية السياسية للتطورات في سوريا، مضيفة إن الأزمة السورية يجب حلها سلميا وفقا لمبادئ القانون الدولي وخاصة الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول. لتحقيق هذا الهدف يجب إنحاء الاحتلال وإعادة السيادة الكاملة لسوريا. اعتبر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
أن الوضع في منطقة العمليات العسكرية بأوكرانيا سيئا للغاية، والبلاد بحاجة إلى مساعدات جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع غير رسمي لوزارة الدفاع الاتحاد الأوروبي في براق اليوم الثلاثاء، حيث قال بوريل إن وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون توسيع إمدادات الأسلحة إلى كييف ومهمة تدريب الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أن الوضع في أوكرانيا لا يزال سيئا للغاية. وتابع بوريل: أوكرانيا بحاجة إلى مساعداتنا، وسنواصل تقديم مساعدات عسكرية، كما سيناقش الوزراء فكرة إنشاء مهمة رفيعة المستوى لتدريب الجيش الأوكراني، مؤكدا على الطبيعة غير الرسمية للاجتماع بوزارة الدفاع الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه لن يسفر عن قرارات نهائية، إلا أنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اجتماع أولي حول المساعدة والمهمة. إلى هذا أضاف مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي أن الوزراء سينظرون في توسيع المشتريات العسكرية مع نفاذ المخزونات العسكرية لدى الاتحاد الأوروبي. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار من فضائيات النصر 24، والتي أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها. المشاركون في الحوار الوطني الشامل السيادي يوافقون على اختيار أعضاء مكتب رئاسة الحوار المكون من 21 شخصا برئاسة غالي أنغوتي غاتا. رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والرئيس الدوري لمنظمة الإيجاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان توجه صباح اليوم إلى عاصمة جنوب السودان جوبا. طهران تشدد على رفضها لاتهامات الولايات المتحدة ضد دورها في سوريا. شكرا على حسن المتابعة، تقبلوا تحايا الفريق العامل وفي أمان الله.